مساء الخير وأهلا بيكم في حكاية جديدة من حكايات نجاح. اسمحوا لي بس أعدل المقدمة دي شوية وأقول لكم مساء الخير وأهلا بيكم في آخر حلقة من أول موسم لحكاية نجاح. يمكن أكون عايزة أعيط دلوقتي ومتضايقة جدا وأنا بقول الكلام ده، بس يعني إحنا مضطرين إن النهاردة تكون آخر حلقة في أول موسم لينا، وده لأني في الأول وفي الآخر أم وزوجة قبل ما أكون مذيعة. ويمكن ناس كتير عارفة إن أنا في خلال أيام أو في خلال أسابيع قليلة جدا هيكون عندي نونو جديد أو بيبي جديد، ويعني أعتقد إن هو هيكون الأهم الفترة اللي جاية، هو اللي هيكون محتاج مني كل الرعاية، وعشان خاطر هو محتاجني وعشان خاطر البيت محتاجني وعشان خاطر أنا في الأول وفي الآخر أهم حاجة في حياتي بيتي وولادي، فأنا مضطرة أخد أجازة قصيرة جداً وهنرجع لكم تاني. أنا مش عايزة أعيط ومش عايزة أعمل الموضوع درامي خالص، ولكن حقيقي اللي معزيني واللي معزي كل فريق البرنامج إن إحنا بنحضر لكم موسم جديد أقوى بكتير جدا من الموسم اللي فات. طبعا هيعتمد إحنا هنرجع لكم إمتى على دعائكم ليا، يعني كل ما هتدعوا لي أكتر كل ما هبقى أحسن أكتر وكل ما هتعافى بسرعة وكل ما هقدر إن شاء الله أكون معاكم أسرع. النهاردة احنا مش هنقلب الموضوع باي شكل من الاشكال حزيني خالص، احنا النهارده جايين نديكم طاقه ايجابيه عاليه جدا. الفتره اللي فاتت فتره الكورونا دي كانت فتره صعبه، صعبه جدا، بس الفتره دي كانت فتره فلتره طلع فيها ناس وظهرت قوي على الساحه في كل المجالات على فكره، مش في مجال واحد، وناس كانت ناجحه جدا ومحققه نجاح كبير اختفت، يمكن لان هم ما كانوش اوريدي ناجحين، يمكن هم خدوا الفتره دي كحجه وقعدوا، بان فيها الاستغلالي وبان فيها المحترم. الفتره دي طلعت ناس كتير، بينت معادن ناس كتير جدا. النهارده معايا ضيفه، او هي مش ضيفه، هي صاحبه بيت، هي كانت اول حكايه معايا وكانت اول ضيفه تقعد قدامي في حكايه نجاح. معايا صاحبتي وحبيبتي واللي أنا ما بثقش غير فيها وغير في رأيها واللي أنا بشوفها قدوة ليا أنا كمان يعني بشكل شخصي جدا، دكتور بسنت سمير. عايزة أقول لكم سر وأقول لكم بس إحنا ليه جايبينها آخر حلقة. أولا لأن هي لما كانت معانا الحلقة الأولى في البرنامج إحنا وعدناكم إن شاء الله هي هتكون معانا تاني، وإن شاء الله هنناقش قضايا كتير خاصة بالأطفال وبمشاكلهم، وإحنا عشان قد كلامنا وعشان أنتوا فعلا سألتوا عليها كتير جدا فإحنا قررنا إن هي تكون موجودة معانا النهاردة، وزي ما كانت البداية هتكون مسك الختام. الحاجة التانية حابة إن أنا لما أسيبكم الفترة دي أسيبكم بعد ما أديكم جرعة طاقة إيجابية كده تفضلوا عايشين بيها الفترة اللي جاية. رحبوا معايا بصديقتي الغالية جدا دكتور بسنت سمير. عاملة إيه؟ الحمد لله. عرفهم بس بيكي، دكتور بسنت سمير رئيس مجلس إدارة فريق التأسيس فن وأخصائي تربية خاصة واستشاري أسري وتربوي ومدرب معتمد، وبوزيشن أطول من ده بكتير قوي وأنا اختصرته. عاملة إيه؟ كله تمام. إيه الأخبار؟ كويسة جدا. الأول أطمن على فريق التأسيس فن، عاملين إيه؟ زي الفل. مفتقدينهم قوي. كلهم قاعدين شايفيني ولاغين كل حاجة عشان هم يقعدوا. هم يقدروا. ما يقدروش، والله ما يقدروا. بجد بأمانة احنا مفتقدينكم جدا، لأن كلهم يعني يقدروا يكونوا فريق لوحدهم فعلا. كل واحدة فيهم ليدر حقيقي. الفترة اللي فاتت كنت بتكلم معاكي وقعدتي تقولي لي انت ما تعرفيش ده انا عملت وعملت وعملت وعملت، قلت لك لحظة بس، عملتي ده امتى؟ قلت لي لا في فترة الكورونا. قلت لك كورونا ايه؟ ده اللي اتعمل ده عايز سنة سنتين. فقلت لي لا 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 خالص، انا الفترة اللي فاتت دي اكتشفت في نفسي قدرات انا ما كنتش اعرف ان هي موجودة. فعلا ده حقيقي. بصي للكاميرا ودي للناس طاقة إيجابية. طيب بس كده. المايك معايا يعني. المايك معاكي. بس لو سرحت قولي لي. لا لا لا. شايفة شغلتي بتكلم كتير أصلاً. ما هو أنت عاملة حاجات كتير فأنت لازم تتكلمي كتير. طيب. مبدئياً أنا أحب أشكرك جداً إن أنا جيت معاكي آخر حلقة. أنت عارفة إن أنا بحبك جداً على المستوى الشخصي وأنت قريبة وإحنا شبه بعض زي ما أنت دايماً بتقولي. مع إننا حوت وجدي بس شبه بعض. مش عارفة إزاي بس إحنا شبه بعض. الفكرة التانية إن فترة كورونا كانت صعبة جداً، أنا جداً. نفسي اتأثرت نفسياً، أنا واحدة بشتغل تقريباً 12 ساعة في اليوم، فلما أجي أقعد في البيت أقعد تام وكامل وإجباري، فدي كانت بالنسبة لي حاجة صعبة قوي. إجباري. إجباري. كلمة حلوة. طبعاً.
كان بالنسبه لي حاجه صعبه، فانا دايما متعوده ان انا بهدي نفسي شويه وابدا افكر في تفكير بره الصندوق، او زي ما بيقولوا عليا بطلع من الصندوق نفسه، بعمل صندوق جديد ليا انا. لا لا ما انا عارفه ده هيشوفوا دلوقتي. او هيشوفوا. اول ما في اول ليله بعد فرض الحظر بدانا نعمل اجتماع انا وقيادات الفريق بتوعي، يا جماعه هنعمل ايه الفتره الجايه. طبعا كنا مخبطين جدا، مش هكذب عليك واقول لك ان احنا كنا اعصابنا هاديه وكده، لا خالص، واحساس ان البيت بيتنا اتخرب بالظبط، والدنيا قفلت والدنيا مفيش فلوس، يعني يعني مش عارفين هنعمل ايه، طب هنقعد قد ايه، طب والدنيا فيها ايه، مش عارفين. بدانا نفكر الاول، كان تفكير مشوش، لكن بدانا نرتب ده. بعد ما ترتب كل حاجه ظهرت واحده واحده. يعني احنا اول حاجه انا فاكراها عملت ورشة اسمها أنا مسلم، كنا بنعملها دايما قبل رمضان، بتأهل الولاد على فترة رمضان مفروض بالصيام والحاجة ونعلمهم الكلام ده. طبعا مفيش، عملناها أونلاين دفعتين، نجحت جدا ما شاء الله. أنا بحس الأونلاين صعب، يعني أنا بحسه سيء جدا، وإن الطفل لا يمكن يقعد ولا يمكن يستوعب. أنا معرفش إذا كان ده حقيقي ولا لأ، بس ده إحساسي أنا. أنت قوليلي أنت لقيتي ده فعلا؟ بصي مش هقول لك ان احنا الموضوع كان سلس بالنسبه لنا وسهل، لان احنا كان عندنا مشكلتين. المشكله اللي انت بتتكلمي فيها مش كل الولاد مستوعبه ده، تاني حاجه مش كل اولياء الامور عندهم الثقافه ان هم ازاي يفتحوا فيديو، ازاي يعملوا داونلود للفيديو مثلا، صح؟ مش عارفين الحاجات دي. لكن احنا بقدر كبير جدا استخدمنا برامج سهله لاي حد زي الواتساب والتليجرام، فهو سهل مش حاجه يعني معقده. كلنا عندنا الواتساب، تمام، كلنا عندنا الكلام مش ده، زوم والحاجات الصعبه دي اللي احنا مش فاهمينها. لا استخدمنا حاجات بسيطه جدا، والمعلمات اللي عندي هم ما شاء الله عليهم عندهم كفاءه عاليه في توصيل المعلومه. كمان عندهم اللي انا اكتشفته في نفسي وفيهم، ان انا لقيت فيهم ناس بيعرفوا يعملوا منتجه مثلا، ده احنا كنا مش هنكتشفه في ارض الواقع. يعني في كورسات كامله اتعملها منتجه، مش من ناس خارجيه، لا من ناس جوه الفريق، جواكم جوانا، ما جبناش حد خارجي. اكتشفنا ناس بتعرف تعمل تصميمات من جوه الفريق برضو، هم اللي عملوه. انت كل الشغل اللي حاصل على السوشيال ميديا ده منكم انتم؟ لا مش كله، في حاجات هم اللي عاملينها، وفي حاجات عندنا مصممه بتشتغل معانا اسمها استاذه ايمان، وفي بقى حاجات الاعلى من كده اللي هي الاخيره اللي انا هحكي لك عنها. دي ما ينفعش حد يعملها. تمام. هنقول لك عليها مش دلوقتي. فمبدئيا اول حاجه اتعملت ورشه انا مسلم، وبعد كده عملنا حاجه اسمها مبادره اتعلم في بيتك. المبادره اتعلم في بيتك ديت اول حاجه فتحنا للاطفال من غير ما نحصر عدد معين او شروط معينه، تعليم مجاني تماما كل المواد. انتوا اعلنتوا عنها وسبتوا اي حد عايز يقدم يقدم؟ بالظبط. جالنا الدفعه الاولى 500 طفل، الدفعه الثانيه 500 طفل، يعني كانوا 1000 طفل. ده 1000 وخلصوا وتخرجوا 1000 طفل؟ وخدوا جوائز واتبعتت لهم لحد البيت. دي كانت عباره عن ايه يعني؟ كانت عباره عن بنأسس الطفل في كل المواد. كانت عباره ان احنا بنعمل لهم جروب مقسم، كل سن مع لوحده مع نفسه. تمام. والمعلمات كلهم كانوا متبرعات، انا عرضت عليهم الفكره وما اجبرتهمش، قلت لهم اللي حابب ينضم في الموضوع ده لانه مجاني تماما، ما استفادوش اي حاجه، هم صرفوا على النت طبعا وعلى الامكانيات اللي هم بيشتغلوا بيها. مجموعه كبيره جدا وافقوا، وانا برضو ما اخترتهمش كلهم لان المعلمات اكتر من المواد، يعني ما ينفعش مثلا اتنين يدوا حساب لنفس المرحله، ما ينفعش. بالظبط. فبالتالي انا اخترت بقى منهم. فتره ان احنا بناخد الحجوزات ونقسم دي كانت فتره صعبه جدا، ما كناش بننام تقريبا كلنا. انت قلت لي كنت مقدراهم جدا والله جدا. يعني لو واحده عايزه تنزل السوبر ماركت فبتستاذنها الاول، ممكن انزل ساعه وارجع وهي تشوف برضو هتوافق ولا لا. بالظبط، دي حقيقه. يا ممكن انام لو سمحتي شويه. هاخد لكم حقكم ما تزعلوش. خلي بالك هم يعني على قد ما انت بتقوليه، لكن هم فعلا مبسوطين جدا. انا بشوفه. انا كل واحده فيهم فعلا، سواء جديده او قديمه، في ناس لسه داخله امبارح وفي ناس معايا طبعا من سنين، كل واحده فيهم ما بتبقاش معايا غير انا بكون بكن لها كل احترام. دايما بقول لهم انا معايا البقاء للاقوى، اقوى واحده هي اللي هتفضل معايا. دايما بقول لهم كلمه تانية بيخافوا منها جدا. بعد كل اجتماع يعني بيبقى في تعنيف شويه، فبقول لهم نحن لا نرحب باصحاب الايدي المرتعشه. دايما بقول لهم الكلمه احنا عايزين رجاله. اول ما اقول لهم الكلمه دي احنا عايزين رجاله. من الاخر بالظبط. لكن بقى الدلع بقى، بصي هو احنا كلنا بنمر باكيد بظروف او بحاجات غصب عننا، لكن انا مش ده اللي انا يعني بحاسب عليه او بزعل منه. الفكره ان لازم يبقى فيه التزام، يعني عندك حاجه اعتذري قبليها عشان نبقى احنا عندنا مصداقيه مع الناس اللي هي فعلا موجوده على ارض الواقع، اي حد بيتعامل معانا بيعرفه. بعد مبادرة تتعلم في بيتك، طبعا في ناس من ضمن الناس اللي اشتركوا في المبادرة لولادهم، لا احنا ولادنا عايزين يكملوا بعد الشهر المجاني ده، احنا عايزين ندفع فلوس. عملناها بأجر رمزي جدا جدا. تمام.
جالنا برضو عدد كويس جدا اشترك معانا، خلصنا الشهر الاول واحنا دلوقتي في الشهر الثاني. طب معلش، بقى في اطفال منهم كان عندهم مشاكل زي صعوبات تعلم او فرط حركه او الحاجات دي، ولا كلهم كانوا اطفال نورمال وطبيعيين؟ لا استحاله تلاقي في 1000 طفل كلهم نورمال، ده استحاله. في منهم كان عندهم مشاكل، واللي كان بيبقى عنده مشاكل كان بيرجع تاني للميس الام يعني او ولي الامر، بيقول للميس بتاعته انا مش عارف افهم دي لابني. فالميس لو عارفه تتعامل، لاني انا عندي طبعا معلمات معايا اصلا اخصائيات، بتقول لها اعملي 1 2 3، لا مش عارفه تعمل ايه، تروح بعته لي، تروح بعتها لي الام، اقعد اقول لها اعملي معاه كذا، علمي بالطريقه الفلانيه، الفيديو ده وصله له كذا، واحده واحده مع بعض. فانت كده بتعالجيه دلوقتي نفسيا او الجلسات المشكلة بتاعته اللي احنا مش عارفين ننزل ونديها للولاد، وفي نفس الوقت هو بياخد المنهج بتاعه بالظبط. ده كان فري كله من غير اي حاجه خالص؟ كله. طب ده حلو قوي. الطفل دول اتخرجوا مجانا. عملنا بعديها بقى مدرسه الفريق الالكترونيه، دي كانت باجر رمزي جدا، طبعا هي شغاله لحد دلوقتي وهتفضل شغاله، انا ما دي بقى مناهج حتى لما نرجع ان شاء الله. ان شاء الله هتفضل شغاله، دي مناهج بقى، ان هو بقى خلاص بقى مثلا الطفل داخل سنه جايه سنه ثالثه، فمامته تقدم له ان هو عايز ياخد سنه ايه، سنه ثالثه، عشان لما يجي يخش المدرسه يبقى عارف المنهج. يعني في الصيف هو قاعد على الموبايل او على الكمبيوتر، بس هو بيدرس المنهج بتاع السنه الجديده، بيعمل واجبات والميسات بتصحح، وفي شهادات تقدير، والولاد اللي خرجوا من مدرسه سوري اللي خرجوا من المبادره المجانيه بعتنا لهم هدايا لحد البيت، الاوائل بعت لهم هدايا لحد البيت. انا كنتش اعرف الحكايه دي، مش تقولوا لي طيب؟ لا انا هجيب لك هديه من غير حاجه، انا اللي هجي لك بالهديه، انا هبعت لك مندوب. بعد كده وفي نفس الفتره يعني عملنا للمعلمات بقى كورس النحو الشامل للمعلمات. الكورس ده كان اول كورس نشترك فيه انا ومدربات معايا من جوه الفريق، اللي هي دكتور اماني طه واستاذه ولاء عبد الله، كانوا معانا الحلقه اللي فاتت. عملنا كورس شامل، ان هي ازاي المعلمه تمسك الطفل من اول ما بتعد ويمسك القلم لحد ما بيطلع من سته ابتدائي في العربي كله. معنى كده ان المعلمه مش محتاجه ان هي مثلا انا خلاص مرحله تاسيس فيروح لواحده تانية، لا المعلمه تفضل معايا عادي جدا. ده الطف بالنسبه للاطفال على فكره جدا طبعا، الطفل بيحب المدرسه فبيحب الماده بالظبط. فهي لو كانت شاطره جدا افرضي ممكن دلوقتي هو في سنه تانية اسالها سؤال المفروض ياخده بعد كده، في اطفال اذكياء كده، هي لو مش عارفه المعلومه هتقول له ما اعرفش، لكن لو عارفه المعلومه ساعتها هيحس ان هو بيثق فيها. صح صح فعلا. ديت خرجنا منها اول دفعه عملت نجاح الحمد لله فظيع يعني. تاني دفعة دلوقتي شغالة، وتالت دفعة بيحجزوا. الدفعة دي اللي هي قد ايه؟ الدفعة دي بتفرق من عندي من كورس لكورس. الكورس بتاع المعلمات دوت انا واخدة فيه يعني الدفعة الاولانية كانت 16، وانا كنت عايزة اقفله على اقل من كده، لكن يعني الاخوات بقى والاصحاب اللي عايزين يخشوا مع بعض. الفكرة ان انا بديهم واجب، والواجب ده بيبقى فيديو وصوت، فانا كل ما العدد ما هيكبر كل ما انا الموضوع صعب عليكي انت طبعا، هقعد بسمع كل ده مرتين في الاسبوع، ما بياخدوا مرتين في الاسبوع، بسمع كل ده وليهم وقت معين. الواجب ما بيتبعتش، ولا الواجب لو اتبعت في بعد الوقت ده انا ما بصححوش، ما شفتوش، ماليش دعوه. يا بنتي حرام عليك. لا عادي، ده انا بعلمهم الانضباط، انت ليه شايفيني؟ على فكره هو ده في مصلحتي انا كأم يعني، عشان نبقى متفقين، احنا بنعاني مع المدرسين عموما يعني، وما اصلا ما بيجوش في ميعادهم اصلا، مش عارفه ايه. فيعني انا معاكي في الحكايه دي، بس يعني انا برضو كمدرسه يعني ان شاء الله لو حبيت اشترك معاكم هحس ان الحكايه صعبه قوي. لا لا بالعكس، عارفه لما بيبقى في قواعد وقوانين متفقين عليها من الاول بتبقى الدنيا سهله، لكن لما بتبقى كده يعني عشوائيه بتبقى ملخبطه. تمام اوكي. وبعدين بعد ما عملنا الحاجتين دول، عملنا طبعا فتحنا كورسات متنوعه متفرقه، حاجات ترفيهيه بقى شويه زي كورس رسم، في كورس نحو بس اللي عايز يتاسس نحو بس الاطفال طبعا، الكلام ده مأساة. فتحنا كذا جروب للقران للناس سواء بقى كبار او صغيرين يحفظوا قران التجويد والحاجات دي، برده هم قاعدين في البيت. حلو. كل الحاجات دي باجور رمزيه جدا. تمام تمام. بعد كده طبعا بقيت المعلمات عندي ما شاء الله وصلوا لمرحله كويسه جدا، طبعا كانوا بيتدربوا تي او تي البنات اللي هم دلوقتي مدربات، طول ما احنا قاعدين احنا بندرب يعني، احنا ما عندناش بيصوروا بقى فيديوهات وفويس، واقول لهم مثلا كلام اكتبه لهم كتابه واقول لهم وروني نبرات صوتكم فيه هتعلى امتى وتوطى امتى، والحاجات دي طبعا بتاثر جدا. بتاهليهم بقى ان هم دلوقتي يبقوا مدربات زي بالزبط. قبل الهوا كنت بقول لك هو اصلا ايه الفرق بين المدرسه او المعلم وبين المدرب؟ ايه الفرق بقى؟ اقول لك كده حاضر. عشان هم ما سمعوش، انا عارفه انا ممكن اسمع لك، انا بقيت شاطره. انا عارفه انك شاطره. انا خلاص انا هشتغل معاكم. ايوه بصي، المعلم اللي هو بيقف في الكلاس او في الفصل قدام الطفل ده معلم او مدرس. تمام. المدرب
اللي بيقف يدرس او يعلم ازاي المعلم بتاع الفصل ده هيدرس الولاد بعد كده. تمام تمام، ده المدرب. وحضرتك؟ انا بقى دلوقتي مدرب مدربين اعلى من ده. اعلى من ده، اللي بتدربي المدرب اللي هيدرب المدرس. بالظبط. حلو قوي. والمدرس اللي هيدرس لمين؟ للطفل الصغير، للطفل او للطلبه. فالفكره ان انا مبدئيا، علشان بس انا في ناس كتير بتسالني في الموضوع ده، هو تي او تي او التدريب انا ما بدوش لاي حد، ولا هتلاقي عندي اعلان في ولا على صفحتي ولا صفحه الفريق مثلا كورس تي او تي اشتركوا. لا، انا شايفه ان انا بفضل الله والحمد لله، طبعا انا شايفه ان انا عندي كفاءه عاليه في الموضوع ده، فبالتالي ولا اي فلوس هتكفيني ان انا اخدها من حد عشان ادربه ده. انا بدرب بنات الفريق بس مجانا، بس اللي انا بختاره، يعني انا شايفه اللي انت شايفاه يستحق. بالظبط. او مؤهل. بالظبط، بياخد معايا الكورس بكل محتوياته بقى، نظري والعملي والتدريب وكل ده مجانا. انا الفتره اللي فاتت شفت اعلان للكورس ده كتير جدا. بالظبط. يعني تقريبا كل الناس اللي عندي على كل الفيسبوك الناس. يعني عاملين اعلان عنه وكل الناس مشتركه فيه، مش قادره افهم ليه. لا، انا شايفه ان انا ما فيش، في ناس كتير اكاديميات عرضوا عليا ان انا ادي عندهم كورس تي او تي حتى قبل الكورونا، فانا رفضت. انا شايفه ان الخبره اللي عندي وطريقتي فيها ما تكفيهاش فلوس، وانا مش هينفع اقدم الخدمه دي مجانا لاي حد. لا، انا الاولى بيها فريقي اللي هو بيستحملني في حاجات كتير، فهو لازم ياخد كل معلومه انا عارفاها، اي حاجه. حلو. يعني انا لو فاتحه كتاب دلوقتي بقرا معلومه لقيتها الله حلوه جميله، اروح مذاكره لهم فويس كذا وكذا قبل ما انساها. بجد انت كل حاجه بتديها لهم. كل حاجه، كل حاجه. انا عشان كده هم نسخه منك كتير. يعني بصي، لما كنا بنعمل الاعداد الحلقه اللي فاتت، فكل ما اكلم واحده فيهم الاقيها بتتكلم بنفس الطريقه، يمكن لما اسال واحده سؤال الاقيها بترد نفس رد اللي جنبها، نفس رد دكتور بسنت. ايه يا جماعه، في ايه؟ انتوا كلكم نفس الحاجه، نفس المنهج، نفس المدرسه. بالظبط، كلنا نفس الفكره. الفكره كمان الافضل من كده ان احنا دايما بنطور. يعني انا مثلا اول كورس تنميه مهارات اديته غير بتاع دلوقتي اللي شغال. ليه؟ انا طول الوقت، مع اني خلاص اديت الكورس ومتسجل والورق بتاعه موجود، لا، انا طول الوقت بفتح كتب وبشوف حاجات ممكن اضيفها. وبتشوفي حالات. بالظبط. فده ايه؟ بينضاف. طب واللي بضيفه؟ برجع لبنات اللي هم الاخصائيات بقى اللي خدوا معايا، اللي هم جم الفريق، في كذا وكذا اتضاف، كذا وكذا عرفوه، خدوا اقروا الكتاب ده، خدوا الورقه دي، وهكذا. تمام. الكتب. الكتب عشان نعمل لهم المفاجاه بتاعت العدد. الكتب بقى احنا عندنا على فكره كتابين، الماس والحساب، دول مش موجودين لسه في المطبعه. استاذه ريهام عبد الله اللي عاملاهم، وهم لسه في المطبعه ما خلصوش. الكتب طبعا احنا المره اللي فاتت كان معانا حبه صغنطتين. بالظبط. الموف اللي هم الثلاثه الموفات كلها. الموفات كلها دول بتوعي. واللي هناك وواحد عندك. دول اللي كانوا معانا المره اللي فاتت. الباقي ده كله اتعمل في فتره الكورونا. قلنا بقى ان الموف دول اتعملوا في فتره قد ايه؟ حوالي 6 شهور. اللي هم كانوا قبل الكورونا. واللي اكتر منهم دول اتعملوا في فتره الكورونا اللي هم 3 شهور. بالظبط. انجاز طبعا. انجاز طبعا. مش متوقع، ده اللي كنت بقول لك عليه، حاجه انت مش متوقعاها، ما تتخيليهاش. ايوه، لا، انجاز فظيع جدا. البنات اللي عملوها سواء بقى استاذه سمر ولا دكتور اماني ولا استاذه ولاء ولا استاذه امنيه، اتضغطوا جدا جدا، لان كده كده هم كان عندهم شغل غير فكره ان هم يعملوا كتاب. اصلا كان عندهم شغل تاني سواء معايا او بيشتغلوا حاجات تانية بره، ما هم برده مش كله معايا. فالفكره ان انا يا جماعه احنا لازم نخلص ده عشان التدريب، عشان لما تيجي تقفي قدام معلمه تقول لك انا عايزه الكتاب فتديه لها. بالمناسبه احنا كتب المعلمات مش بنبيعها، كتب المعلمات لما انت تبقي معلمه جايه تاخدي عندي كورس بديهولك، لكن مش ببيعه. لكن الباقي ده انا ممكن كحضانه اشتريه منك كمنهج. كمنهج. وفي حضانات كتير جدا مشترياه بكميات، فطبعا بياخدوا خصم ان هم يعني حضانه وكده. طب حلو قوي ده. امر تشتري. تمام. ابتديتوا بقى، عملتوا الكتب دي وتراجعت طبعا وكل طبعاً. حاجه ونزلتوا بيها. احنا بالمناسبه عندنا جوه الفريق اصلا بنات متخصصات ان هم يراجعوا اي اعلان بينزل تصحيح لغوي. في ناس كده بس يعني. بس هم ده وظيفتهم يعملوا كده بس. انا عايزه اقول لك ان العدد كمان زاد. الفريق طبعاً. زاد قوي. طبعا الفريق زاد جدا، ومش كله بيستمر، لان زي ما قلت لك من شويه البقاء للاقوى بس. انا بيحارب حد بقى معايا غير اللي بيبقى قوي وقوي فعلا. عارفة يعني عجبني برضو الفترة اللي فاتت، فكنت لقياهم منزلين صورة لواحدة من الفريق عندهم اتوفت، وكانوا كاتبين ان هم هيعملوا كورس صدقة جارية ليها. فحسيت ان انتوا مش مجرد شغل، لا، انتوا عيلة. انتوا ناس كده بتحبوا بعض وجواكم محبة لبعض بطريقة مش طبيعية. فعلا. الكورس ده ايه بقى يعني برضو عشان الناس تستغله؟ تمام. بما انه صدقة جارية. هي ايمان عادل، ربنا يرحمها ويغفر لها. ماتت فجأة، أنا كنت بحبها جدا وكانت فاهماني جدا جدا. أنا اتعرفت عليها برضو من خلال الشغل، جات لي في يوم حجزت كورس تنمية مهارات وخدته معي.
كانت واحده ما شاء الله عليها مجتهده جدا وشاطره جدا وبتحاول في كل الطرق. المهم هي ماتت فجاه يعني، يا ربنا يغفر لها. فانا حبيت اعمل الكورس اللي هي انا اتعرفت عليها من خلاله، هو ده اللي اتعمل صدقه جاريه. فهمتيني؟ بس عشان كده اخترت كورس تنميه المهارات. فعلا عملنا اعلان وزي زي ما شفتي، وفي 600 وحاجه حجزوا. ده اخر رقم شفته، انا امبارح ما فتحتش الحجز، ما شفتش 600 وحاجه حجزوا. هنبدا معاهم ان شاء الله يعني خلال كام يوم. الكورس مجانا تماما، ما فيش اي حاجه هيدفعوها خالص. العدد كبير قوي. بس انا معايا بنات اقوياء يعني هيعرفوا كلام ليك. هي بصوا يعني الكلام ليكم. يعني هي بس ايه بتجر رجليكم كده عشان البنات اللي معايا. طبعا يعني انا استحيل اعرف اتابع واجبات، او لو كل واحد سالت سؤال واحد يبقى انا مش هعمل اي حاجه لاني بجاوب على الاسئله، وهتاثري ومش هيبقى في وقت وكل حاجه. ايوه جدا. فلا انا معايا بنات طبعا، سواء بقى المدربات او بنات واخدين معايا الكورس، هم هيخشوا معايا. في طبعا ناس ماسكين التنظيم دلوقتي، يعني من قبل ما نعمل، قبل ما الناس تبدا تحجز، ففي ناس بتنظم لوحديها كده. علشان نعمل كورس ان شاء الله محترم جدا يعني يليق بيها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. امين يا ربنا يرحمها، ويا رب تبقى اخر حاجه زي كده تحصل في الفريق باذن الله. يا رب. طيب نسيب شويه الحاجات اللي انت عملتيها، انا عارفه ان في حاجات تانية كتير والله، بس يعني عشان وقتنا. تمام. ونتكلم في موضوع الحلقه النهارده، وهو صعوبات التعلم عند الاطفال. تمام. يعني ايه صعوبات التعلم عند الاطفال؟ بصي، الفتره الاخيره ظهرت موضه. الام جايبه لي ابنها ده عنده صعوبات تعلم. مين يا حاجه اللي قال كده؟ انا حاسه، عرفت المعلومه بقى، حاسه عرفت المعلومه، احساس داخلي جالها من السماء ان ابنها هو تعلم. الكلام كمان جديد على ودنا، فبقينا بنجري وراه. اصله عنده فرط حركه، اصله عنده صعوبات تعلم، اصله عنده توحد. طيب عرفتي منين؟ اصله مش بيذاكر حلو، اصله بيغلبني، اصله واصله. طبعا زي ما قلت قبل كده، وزي ما بقول لك كتير، وزي ما بقول دايما، كلام الام او كلام المدرسه مش مقياس. انا بعمل ايه؟ تعالي لي، تعالى نعمل مقياس بقى، نشوف بالنسب انت عندك ايه بالظبط. تمام. حلو. طيب بعد ما بنشوف، انا عندي صعوبات التعلم مقسمه لحاجتين، صعوبات تعلم نمائيه واكاديميه. نمائيه واكاديميه. انا هذاكر معاكي. نمائيه واكاديميه. ايوه عشان الحاجات دي بحبها جدا. يعني ايه نمائيه؟ بصي، النمائيه الاكاديميه باينه من اسمها، دي حاجه خاصه بالمدرسه. القرايه والكتابه والقلم والحاجات دي. بالظبط بالظبط. اوكي تمام. النمائيه بقى دي حاجات خاصه بقدرات الطفل نفسه، منها مثلا الانتباه والادراك. الانتباه ان هو يبقى منتبه معاكي لما تكلميه. احنا طبعا اتكلمنا المره اللي فاتت عن تشتيت الانتباه. بالظبط. ده قريب منه جدا. طب خليني مثلا اكلمك على الادراك، لان الادراك دي كلمه بتتقال كتير لكن الناس مش فاهمه يعني ايه ادراك. بصي، ادراك، انا جبت ابني الصغير فهمته وقلت له ان التفاحه لونها احمر، وهو قال ورايا. حلو كده. انا خزنت المعلومه فين؟ في عقله. في عقله. هنيجي للسوبر ماركت او اللي بتاع الفكهاني، شاف التفاحه دي اسمها ايه؟ معرفش. دي لونها ايه؟ معرفش، مع اني مذاكره له، قال له التفاحه لونها احمر وهو شافها وقال ورايا. دي صعوبات تعلم كده، او ده عنده دي مشكله في الادراك؟ في الادراك. لا لا. مشكله في الادراك، في القسم بتاع صعوبات التعلم النمائيه. ليه؟ طب اقول له كم مره؟ يعني انا مثلا اقرر عليه المعلومه كم مره، فلما اساله ما يعرفش اقول له يبقى انا عندي مشكله. ثلاث اربع مرات بس هو منتبه. بس بس يعني برضو في حاجه بنقولها كده، ان انا احفظ الطفل المعلومه وهو بيلعب، فهتبقى اسهل وهيستوعبها اكتر. لا لا، انا لو طفلي عنده مشكله في الانتباه فلا يمكن يحفظها وهو بيلعب. الحاجه الوحيده اللي ممكن يحفظها وهو بيلعب او هو بياكل مثلا، لو هشغله قران او اناشيد او ترانيم. الحاجه اللي فيها ميوزك وريتم. بالظبط. دي هيحفظها اسرع وهو بيلعب. اسرع عادي جدا. مش لازم يبقى قاعد متنح لها عشان يقول وراه، لكن انا هقعده قدامي وعينه في عيني واقول له دي تفاحه لونها احمر. بالزبط. تفاحه. او افتح له صوره واقول له دي كذا لونها احمر، او اجيب له تفاحه. خلي بالك في امهات بتغلط غلطه ان هي بتوريها له في الصوره، لما يشوفها حقيقيه ما يعرفهاش. طب دي مشكله عنده؟ عند الام او عند اللي علمه. هو أوكي. لازم ما يوريها لهش على سطح بس صوره، يمسكها كده في ايده. عشان كده يفضل الحيوانات اللي هي بتبقى مجسمه، الزنطوطه دي. بالزبط. دي افضل من الصوره. طبعا طبعا دي افضل كتير من الصوره. برضو بلاحظ ان ممكن مثلا انا ابني مثلا يعرف الحيوان ده الحمار في صوره، ولو شكل الوانه اتغيرت ما يعرفوش. ما يعرفوش. ده مش مشكله عنده في لا لا. ادراكه. لا ده طبيعي. تدخيل المعلومه كان غلط، مرحله دخول المعلومه كانت غلط بالنسبه للطفل. طيب دلوقتي انا ابني فهمته خلاص دي تفاحه لونها احمر، راح ما عرفش يقولها، ده ما عنده مشكله في الادراك. برضو يعني ايه ادراك؟ الادراك ان المعلومه عنده لكنه مش بيعرف يستخدمها في الوقت المناسب. اوكي. يعني هو فاهم وعارفها بس ما عرفش يطلعها امتى. بالظبط. دي تعد صعوبات تعلم ايه؟ نمائيه. نمائيه. بالظبط.
أوكي. للاسف النمائيه مش بتكتشف بسهوله الا لو حد دارس او عنده خبره في الموضوع. اصل يعني بنقول ما يعني ما ركزش ما خدش باله، ده حقيقي بالزبط. يعني انا كل الامهات بقى بتجيلي فين صعوبات التعلم الاكاديميه، مجرد ما بيخش المدرسه ما بيعرفش ينام على السبوره، ما بيعرفش يقرا حلو، ما بيعرفش صوت الحرف من اسمه، ما بيشقلب الحرف الحاء مثلا يكتبه الناحيه الثانيه، العين يكتبه الناحيه الثانيه. هي دي صعوبه التعلم طبعا، ان انا ان الطفل بيشقلب، يعني احنا بنقول عادي برضه متلخبط. لا ما نكبرش الحكايه، متلخبط وفي فرق بين ان هو صعوبات تعلم. الفرق متلخبط انت ممكن واحنا بنتكلم على الشات انا اكتب لك كلمه غلط او حرف غلط، ده عادي، لكن الطبيعي ان انا بكتب صح. طب نفرض ان هو طول الوقت بيتلخبط، طول الوقت بيكتب بالمشقلب، تبقى دي مش لخبطه، تبقى ايه، هتدخل في ايه صعوبات تعلم. لكن أول ممكن مرة كتب المعلومة. صفحه كامله صح الا حرف واحد متشقلب بيبقى ايه، لا دي ما جراش حاجه. مش مشكله. طب ده حلوه المعلومه دي، انا اول مره اعرف الموضوع ده. تمام اوكي. من سن كام بقى انا ابدا اقول ابني عنده صعوبات تعلم؟ اول ما يبدا يخش المدرسه ونلاقي ان هو مختلف عن اقرانه اللي هم زمايله. طيب قبل كده ابدا اعلم ابني من امتى؟ انت عندك من سن 3 سنين ممكن تبداي تستخدمي معاه حاجات لمهاراته فقط، يعني يلون، يشخبط، يوصل. هو يمسك القلم من امتى؟ 3 سنين بس، مش قلم رصاص، امال قلم فلوماستر او قلم شمع، الالوان الشمع لان هي سهله على الورقه. لكن الرصاص او الخشب ده محتاج منه ان هو يبذل مجهود. بالظبط. ده غلط على ايده. لسه مش دلوقتي بجد. طبعا. اما احنا في حضانات بتدي واجب من السن ده؟ لا ما لناش دعوه بيهم، ده مش صح بجد. طب الحمد لله يا جماعه. طب انا سليمه. انت شايله هم الموضوع ده لا لا، هو لازم في الاول اول ما الطفل يمسك حاجه يمسك قلم فلوماستر عشان سهل، او الماركر بتاع البورد، او القلم اللي هو الشمع، الالوان الشمع سهل. اي ورق. حاجه بتشخبط سهله، مش محتاجه سهل. منه ان هو يديني خط بالزبط. مستقيم بالزبط. ولا اي حاجه. لكن القلم الرصاص اصلا اتقل من قلم الجاف اساسا. ده فعلا. ايوه. طب انا ازاي هديهوله اول ما يبدا يكتب؟ هنواجه صعوبه بقى، بيمسك القلم غلط، صوابعه بتتعوج، خط وحش، بيتعبك عشان تعمل الواجب. طب وليه؟ احنا نسهل الموضوع عليه في الاول، نديله تدريبات تاهيل. حلو قوي. ده من سن 3 سنين، سنتين ده ما يمسكش القلم؟ لا لا، ده ما ينفعش خالص. ده مكعبات. مكعبات. اوكي. دي ممكن منها اعرف ان هو عنده مشكله برضو في الادراك والحاجات دي ولا لا؟ مش لا بيبان قوي في لا. السن ده هعرف ادام دخلت له المعلومه. ادام دخلت له المعلومه يبقى هعرف، لو ما دخلتلوش المعلومه هو ما عندوش المعلومه، هيديها لك ازاي؟ تمام جدا. كنت بتقولي لي ان كان عندكم حاله من فتره وكانت الام بتقول لك اصل البنت ما بتتكلمش اصلا. ايوه. وهي طلعت يعني البنت بتتكلم لغه تانية، يعني بالزبط. لغه مش عربي. بتتكلم لغه واحده بس. وهي كانت مستغربه قوي ان البنت فيها حاجه غلط. وطلع المشكله ان هي اصلا هي بتقعد طول الوقت على اليوتيوب، فهي ما بتتفرجش الا على حاجات مش مصريه، فالبنت ما بتتكلمش غير الحاجات دي بس. صح. بس هي عارفه تتكلم. البنت كويسه جدا، المشكله في مامتها، مامتها ما ادتهاش المعلومه. يعني احنا انا دلوقتي لو اتولدت في امريكا هعرف اتكلم عربي كده؟ لا طبعا، انا هتكلم زي الايه؟ زي الناس المحيطين بيا. فهي مامتها ما ادتهاش المعلومه، فهي البنت ما عندهاش حاجه، ان ام جايه مخضوضه جدا، اتصرفي اعملي. انا لو قلت لها 1000 جنيه في الجلسه كانت هتقولي ماشي. طبعا. هي شايفه ان بنتها ضايعه، عندها ازمه والدنيا بايظه وانا مش عارفه اعمل ايه. قلت لها دي ما تجيبهاش تاني، دي انت تروحي على مكتبه تجيبي لها الوان، تجيبي لها مكعبات وتعلميها في البيت. بس كده. بس كده. قالت لي بس، قلت لها قالت لي ما عنديش صبر، قلت لها اتصرفي. دي لو راحت لحد ما عندوش ضمير في المجال ده كان دخلها في توحد. بالزبط. وتخاطب. وتعديل سلوك وكانت بقت ليله. لا وهي جايه عندها تقبل ده، تقول لي يعني ما عندهاش اي حاجه، ما جيش تاني خالص. اديكي دواء بالعافيه، اديكي دواء وخلاص. قلت لها طب بصي خدي رقمي وتابعيني، طب اكتبي لي على الواتساب وانا هقول لك حلو وحش كده، يعني ما جيش تاني. طيب صعوبات التعلم بياخدوا جلسات ايه؟ صعوبات التعلم بياخدوا جلسات صعوبات التعلم اسمها كده. لكن مش شرط معاها ياخدوا تعديل سلوك وتنميه مهارات. لا لا مش شرط، هو ممكن يبقى عنده مشاكل مثلا في صعوبات التعلم الاكاديميه في المرحله في جزء القراءه، هو هياخد تاهيل لجزء القراءه. ممكن جدا يبقى انتباهه كويس لكن هو قراءته هي اللي وحشه. يعني هو مش عنده صعوبات تعلم في الدراسه كلها؟ لا ممكن في القراءه، لا حاجه بس. واحده بس، قراءه وكتابه. قراءة. تمام مثلا. عادي ده بجد؟ عادي جدا ممكن. في صعوبات تعلم رياضه اعتقد حساب. اعتقد اعتقد دي اكتر طبعا. حاجه الناس بتقابلها، بشوفها كتير جدا جدا. لكن هو مش شرط، الموضوع مش مرتبط ببعضه، يعني ممكن جدا طفل يبقى عنده حاجه الباقي كله هو كويس فيه. دي الكومنتات اللي على الشاشه الناس بتقولها. انا لسه ما كتبتش الكومنت بتاعي بس هكتبه لكم. فبجد كل الكومنتات حلوه قوي. دي كانت مبادره تتعلم في بيتك المجانيه، ده كان رد الناس فيها. ربنا يعوضكم بجد. دي حاجه والله. كانت انا دي اي انا بتجيلي اساسا اراء كتير، لكن
مش بنشرها دايما، لكن دي بالذات حبيت انشرها عشان انا عايزه اقول للمعلمات اللي معايا شكرا، يعني انتوا صبرتوا ضغط اولياء الامور وضغط الطلبه وضغط اللي انا بعمله عليهم، ده حاجه ده كفه تانية لوحديها اصلا لوحديها يعني. احنا بس بنقول لكم ميرسي والله. انا بقول اهو اهو عشان تعرفوا بس. تمام. طيب كنت عايز اسالك برضو بسرعه برضو على صعوبات التعلم، هي ليها علاقه بالتوحد صح؟ يعني شرط اللي عنده توحد يكون عنده صعوبات تعلم؟ مش لازم في كل الحاجات، ممكن مثلا اللي عنده توحد يكون بيحسب كويس جدا جدا، دماغه كالكوليتر زي ما بيقولوا، جدا بيحسبوا حاجات اصلا فظيعه يعني، معروف انه بيبقى عندهم قدرات مختلفه او خاصه، ممكن يبقى عنده مثلا مشكله في الادراك او في الانتباه، لكن في حاجات تانية هو كويس فيها يعني، مش هيتتخذ يعني مش بايظ من كله يعني بالزبط. زي ما احنا بنروح المركز فهو بايظ من لا كله، لا لا مش بايظ في كله. فرط الحركه وتشتت الانتباه لازم يكون عنده صعوبات تعلم، عشان يبقى عنده فرط حركه لازم يبقى فيه ايه تشتت انتباه بالظبط، لكن ممكن يبقى تشتت انتباه بس لكن هو قاعد يعني قاعد في مكان مش بيتحرك لكن مش منتبه. يعني تشتت الانتباه مرتبط بصعوبات التعلم؟ تشتت الانتباه لا، صعوبات التعلم النمائيه فيها قسم مشكله في الانتباه، لذلك هو ممكن يبقى عنده ايه كده بقى محتاج ان هو ياخد حاجتين ملامسين مع بعض، تنميه مهارات مع صعوبات تعلم. هو اللي عنده مشكله في النمائي بيبقى عنده مشكله في الاكاديمي اساسي اكيد. اه لكن مش العكس صحيح. اه اللي عنده في شفتي هديك شهاده. لا 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 انا هكتب لك شهاده، هدي كورسات فاهمه بما ان اي حد بقى بيدي ماشي جيبي النونو وادي على طول. عايز اسالك قبل ما ندخل في المفاجاه بتاعه الحلقه، الانترفيو الكارثه اللي احنا بنقابلها واللي دلوقتي كل الاهالي، يمكن انا شفت بوست كانت ام عاملاه بتقول انا اسفه اني حطيت بنتي في الموقف ده، انا اسفه اني خليتها طالعه منهاره، والماس اللي واقفه بنقولها طب دقيقه نهديها، طب باباها هيكلمها، قالت الموضوع انتهى. كارثه، اولا باثر على البنت نفسيا، ثانيا انا بحس ان مستقبلي راح، يعني هي ما اتقبلتش في المدرسه فدي كارثه. ااهلهم ازاي يروحوا الانترفيو وما اتقبلش ما اتقبلش ايه اللي هيحصل يعني؟ بصي احنا عندنا الام لما تيجي تاهل ابنها او بنتها الانترفيو بتعلمه واحد اتنين والف باء والكلام اللي انت فاهماه ده حقيقي، بتاهله اكاديميا لكن مش نفسيا. انا عندي ايه الاهم؟ التاهيل النفسي مش الاكاديمي. تمام أوكي. ازاي المفروض الام اول حاجه تبقى مخليه ابنها اجتماعي بقدر ما، يعني يتعامل مع الناس عادي. طيب ابني مش اجتماعي دلوقتي انا اعمل ايه؟ لا لازم مثلا جيبي واحده صاحبتك او واحده تعرفي عليها جديده او واحده قريبتكم من بعيد هو ما بيشوفهاش، جارتك اي مثلا حاجة. بس اهم حاجه هو ما بيشوفهاش، ويبدا يقعد معاها او هي تجيله او يتفسحوا مع بعض، وتبدا تساله يعني انت اسمك ايه، بابا اسمه ايه كده، عشان يتعود الاسئله اللي هي بتبقى في الانترفيو عشان يتعود ان في ناس غريبه ممكن تساله، هو المفروض يجاوب ما اتعلمش من اول مره ثاني مره ثالث مره عشان لما يجي يروح الانترفيو يبقى اتاهل. فكره حلوه حاجة دي. ما ينفعش اخد الطفل اول مره يشوف مكان يلا خش جاوب، ممكن لا. لوحدك كمان ما ينفعش، لا انا لازم اخده كذا مره على المدرسه، يلف على المدرسه من بره، يدخل المدرسه يجيب حاجه حلوه من الكانتين، اطلعه الدور فوق كاني داخله اسال على حاجه، يشوف بجد؟ المكان ويتعود عليه ويكتسب يعني ايه ان المكان بالنسبه لي لطيف، خلاص بقى متعود عليه. مش اول ما رايحه ابقى ايه الطفل طبعا متوتر، لان الام انت عارف هي أصلاً لو ما مشدودة. نجحتش هعمل فيك ايه، تقعد بقى تكلم ربنا يستر كانه ثانويه عامه يعني. هي بتعمل في نفسها كده وبتعمل في ابنها كده. في بقى نقطة أخيرة ودي أنا لمستها في سنة من السنين، كنت عاملة مسابقة قرآن، الأمهات اكتشفت إن هي عايزة ابنها يكسب كده كده، إزاي يعني؟ يعني في ناس ما شاء الله قدراتهم كويسة جدا وفي ناس لا، إزاي يكسب كده كده؟ الولاد بعد ما خسروا أو كده كده إحنا اديناهم جوايز كلهم، لكن في ناس خدوا شهادات تقدير، دول اللي كانوا مميزين بالظبط. الأمهات كلهم لا، أنت لازم تكسب، لو ما كسبتش تبقى كده وحش. الولاد طبعا بعد ما لقوا نفسهم خسروا، عايز أقول لك انهيار ومرمطة في الأرض، وكانت ليلة. ده طفل ممكن يكون مش مستوعب قوي كمان بالظبط. لا الام بقى هي اللي عامله عليه لود، الام اصلا المفروض تفهم الطفل ان انت عادي ما نجحتش في دي هتنجح في اللي جايه، ما تقبلتش في المدرسه دي عادي في مدارس كتير جدا عادي ممكن حتى تقبلت. لو مش حقيقي بالظبط، انا اوصل له كده بالظبط. لازم وهي تكون عامله سيطره على انفعالاتها قويه جدا عشان ما مثلا ايه ما تفلتش منها او وشها مثلا ما يغيرش، والطفل طبعا لمح وذكي، فلا هي لازم تكون عامله نفسها اعداد نفسي وللطفل. عشان اعتقد ان انا لو وديته المدرسه كذا مره وخليت كذا حد يساله الحكايه هتكون لطيفه جدا. احنا ما بنعملش كده للامانه يعني بالظبط عشان ما نبقاش بنكذب. في مفاجاه مفاجاه حكايه نجاح. انت عامله شغل عالي جدا جدا امبارح اعلنتي عنه بالظبط. مؤسسون ايه حكايه مؤسسون دي؟ ده غير الفريق التاسيس فن طبعا صح؟ ده حاجه وده حاجه، ايه المؤسسون بقى؟
بصي مؤسسون ده ابني الصغير تقريبا بعد ديدي تأسيس فن ابني الكبير. ايوه بالظبط. بصي مؤسسون هقول لك فكرتها طلعت منين بسرعه. كنت مره في البيت، طبعا احنا في كورونا فبنتقابل في بيوت بعض، مش مفيش مكان نقعد فيه، فكنت عند ولاء عبد الله في البيت، كنا قاعدين قاعده وديه كده. المهم فلقيتها تقولي بصي بقى انا عندي فكره محدش هيعرف يعملها غيرك، صور الكواليس. بصي الكواليس كواليس فظيعه يعني مفاجئكم، بس لما تحكي فيها يعني الكواليس دي بقى دي حاجات يعني مش قادره احكيها، ما ينفعش تتحكى اصلا دي احكيها انا وانتي كده لوحدنا. ايوه. المهم ايه الفكره؟ قالت لي انا حابه نعمل دبلومه تاسيس، بما ان في ناس كتير جدا دخلت المجال هي ما بتفهمش اصلا في تاسيس الطفل ولا تاهيله ولا هم مدربين اساسا. لقينا مشكله كبيره جدا في الطفل اللي المفروض متاسس، انت المفروض متاسس ازاي وانت كده؟ طيب الطفل ده جاب المشاكل دي منين؟ من المؤسس ذات نفسه اللي هو مين؟ المعلم. بتاعه. طيب انا عشان اطلع معلمه متاهله، ما ينفعش يبقى متاهله اكاديميا فقط، يعني ما ينفعش تكون معلمه شاطره في النحو لكن بتعامل الطفل وحش، يبقى احنا كنا لازم نخلط كل الجوانب. ما صح. ينفعش تكون بتعامل الطفل حلو ومتاهله في النحو لكن بتروح البيت تتخانق مع جوزها وتتطلق، فانا لم كل ده ازاي؟ يعني كمان حياتها الشخصيه او انفعالاتها او طباعها انتوا اشتغلتوا عليها؟ طبعا جوه مؤسسهم. الله حلو ده جدا. خدت الفكره من ولاء وبدات، ما نمتش 48 ساعه ما نمتش، انا طول الوقت حتى لو قاعده على السرير انا صاحيه بفكر هنعمل فيها انت ايه. هتقولي لي انا عارفه، انا التفاصيل الصغيره جدا جدا بتفرق معايا خصوصا في شغلي، يعني ممكن في حياتي العاديه عادي في حاجات بوقعها لكن شغلي لا. بدات اول حاجه مين المدربين اللي هيشتغلوا معايا؟ طبعا المجال مليان ناس، طبعا مش كل الناس انا احب يشتغلوا معايا ولا كل الناس تحط اسمهم معاكي وتثق فيهم. بالظبط. المدربين وقع منهم سته من بنات الفريق اللي هم اصلا مؤهلات يبقوا مدربات اصلا، وثلاثه من بره. طبعا الثلاثه انا كنت بصراحه قلقانه جدا يرفضوا. انت اصلا عندك روح حلوه ان انت تضيفي حد من بره وما عندكيش طبعاً ازمه شرف ليا. وتقولي ان هو شاطر واشطر مني، يعني لا دي حاجه على فكره ما حدش بيعملها. لا لا شرف ليا طبعا. اول واحد كان معانا دكتور احمد المطيري سعودي الجنسيه. الله حلو جدا. دكتور احمد المطيري كنت من بره مصر. هو يعتبر اخ ليا، واحنا بينا شغل تاني برضو هحب اذكره لك. احنا عاملين منصه الكترونيه اسمها بنون، جت اسمها من بنون زينة الحياة، آية في القرآن. بنون برضو مهتمة بمجال الأطفال. أنا وهو بنشتغل أسمع عنها طبعا. أنا وهي بنشتغل فيها أنا وهو بنشتغل فيها مع بعض من فترة، وكانت أول محاضرة ليها من يومين. طبعا هو ما شاء الله حد تقني جدا جدا، بيعمل تفاصيل رائعة رائعة. أنا شايفة كمان الفترة اللي فاتت ناس كتير قوي مشتركة في بنون. وسعدة، يعني فكرة اللي هو تشرفت بالانضمام لبنون، فحاسة إن هي حاجة أكاديمية قوي يعني. بالظبط. احنا في جوه بنون بناخد الام نعلمها ازاي تتعامل مع ولادها في كل المجالات، يعني اول محاضره كانت بتتكلم عن عناد الاطفال فقط، قعدنا 3 ساعات بتكلم في عناد الاطفال. مأساة. ازاي بقى نفهمه كده. المهم فدكتور احمد اصلا هو اخ كبير ليا وانا بحترمه جدا وبحترم اراءه. يعني اتمنى ان هو يكون بيتفرج عليا دلوقتي، لو ما اتفرجش هبعت له الفيديو. ايوه اجباري كده كده اتفرج. لما كلمته قلت له انا حابه حضرتك تشترك معانا في الموضوع دوت، وهتقدم لنا الجزء التقني اللي هو ايه؟ انت دلوقتي كريستينا مثلا عندك شويه معلومات، طيب مش عارفه تديها ازاي اونلاين لان احنا دلوقتي كلنا قاعدين في البيت. صح. دكتور احمد وظيفته اللي هو هيفهم المعلمه، بعد ما خدت كل الحاجات دي هتوصل بقى ازاي للطفل الحاجات دي اونلاين. انا ساعات بيبقى فيديو فيه معلومات كويسه جدا بس لانه تصويره مش عاجبني ما بتفرجش. بالظبط. لا هو هيعلم المعلمه ازاي تصور بامكانيات بسيطه، لان احنا مش هنقول المعلمه روح اشتري كاميرات بالاف الجنيهات، لا مش هنعمل كده، بحاجات بسيطه جدا ازاي تمنتج ازاي تقص. يعني شفت الفيديو اللي انت قلتي لي هيعرفوا البنات يعملوه ويقصقصوه ويلزقوه؟ بالظبط. عملوه حلو جدا. فهي هيشوفوه بعد الحلقه. فالفكره ان هو هيعلم المعلمات بعد ما خدوا كل الحاجات الاكاديميه اللي احنا نديها لهم ازاي بقى يدوها للطفل، يعملوا لها برزنتيشن. بالظبط. بس كده. بالظبط. حلو قوي. طبعا تاني حد معانا دكتور عادل عماره جنة من المنصوره مخصوص يصور معانا. طبعا طبعا تحيه دكتور عادل طبعا يعني معروف يعني. طبعا مؤسس برنامج اتش سي ماس للحساب الذهني. دكتور عادل يتسم بالصدق جدا، وانا طبعاً. من كام يوم نزلت بوست عشان تبقى مدرب شاطر لازم تبقى صادق. انا اصلا في الدكتور عادل عمار، هو بصراحه شخص ممتاز جدا جدا، وبرضو انا بعتبره اخ كبير ليا، يعني انا ما عنديش اخوات صبيان كبار، انا اكبر واحده، فما شاء الله ربنا رزقني في 3 في كورونا. عشان تعرفي بس الرزق جاي من كل. ايوه انا واخده بالي.
المهم دكتور عادل جانا من المنصوره مخصوص صور برضو. دكتور عادل طبعا من الناس الشاطره جدا جدا في المجال، عندهم صدق ودي اهم حاجه ومعروف في اي حد. معروف ان سمعته محدش بيقدر يتكلم عنها، فدي حاجه عجباني ان انت مختاره ناس سمعتهم يعني ما شاء الله. برضو معانا في الدبلومه حساب ذهني طبعا ثالث اخ ليا كبير الكوتش احمد حسين. كوتش احمد حسين انا طبعا اتشرف ان انا برضو تلميذه عنده، يعني انا باخد معاه كورس هو اللي بيديهولي. كوتش احمد حسين ما بيشتغلش مع حد خالص، هو بيشتغل لوحده، لكن انا لما عرضت العلم كنت قلقانه منه جدا، والله كنت قلقانه منه جدا. كنت حاسه ان هو هيقول لي لا، لقيته رحب جدا، هم الثلاثه بصراحه رحبوا ترحيب انا نفسي مش مصدقه. ايه ده؟ هو بجد؟ ايه ده انتوا مين؟ لما بيبقى في توفيق من ربنا. الحمد لله. بجد والله. الحمد لله طبعا. المهم كوتش احمد حسين حتى هو قال لي سيبي بقى التصميمات، انا بقى هرشح لك حد، رشح لنا استاذ مصطفى رجب في التصميمات وهو اللي عامل لنا اللوجوهات والشغل اللي احنا هنشوفه، شاطر جدا جدا متمكن ومبدع الحقيقه يعني. طبعا بقيه البنات عندنا في ولاء طبعا. طبعا ولاء عبد الله هي صح في الفكر البيان يا حبيبتي وحشاني اصلا. طبعا استاذه ولاء عبد الله واخده نور البيان والنحو والجزء اللي خاص باللغه العربيه يعني. دكتور اماني طه طبعا انا وهي عاملين ماكس مع بعض، هتشوفي في الفيديو عاملين صعوبات تعلم وقدرات عقليه للطفل. قدرات عقليه حلو. دي حاجه غير تنميه المهارات طبعا. تنميه المهارات بتديها فاطمه مصطفى موجودة برضو. موجودة تمام. طبعا الحاجة الغريبة والجديدة بقى اللي احنا عاملينها هاجر رمضان، استاذة هاجر رمضان بتدي لغة اشارة ودي ما حصلتش في اي دبلوم. لغة الاشارة قلت لك نفسي اتعلم لغة اشارة. هعلمها لك لغة الاشارة. الفكرة ان انا كأم ممكن ابني يبقى عنده مشاكل في السمع، طب هتعامل معاه ازاي؟ لازم اتعلم لغة اشارة. انا كأخصائية ممكن يجي لي حالة عندها مشاكل في السمع، اتعلم لغة اشارة. انا معلمة قاعدة في الفصل وارد جدا يبقى عندي اطفال عندهم اعاقات سمعية، هتعامل معاهم ازاي؟ هو ممكن عموما لغة الاشارة تساعد في توصيل المعلومة اسرع او اكتر طبعًا. للطفل في بقى في حاجة تانية ان انا ممكن انا وانت قاعدين في مكان وفي ناس تانية غريبة، فنحن لما نكون متعلمين لغة الاشارة فانا هعمل لك رمز فانت هتفهميه هما مش هيفهموا. ده حاجة تانية. دي بيني وبينك بقى خطة خبيثة كده. امسحوها دي، امسحوها الحتة دي. حلو قوي قوي. فهي لغة الاشارة لغة ممتعة جدا جدا جدا. انا طبعا كنت انا خدت الدبلومة بتاعت لغة الاشارة لكني طبعا انا مش متمكنة ان انا ادرسها، فهاجر خدتها وبدات. وهاجر ما شاء الله شاطره وسريعه البديهه جدا. هي دلوقتي النائب بتاعتي على فكره جوه الفريق كمان. عشان احنا بنعمل تسليم سلطات يعني القيادات بتغيروا. عشان انا وراي حاجات تانية والله. ال- 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 القيادات عندي يعني المره اللي فاتت لما جينا كانت فاطمه، دلوقتي هاجر، القيادات بتغيروا. حلو جدا. المهم ناقص اخر حاجه كنت بتقولي لي كمان تاهيل المدرسه نفسيا. طبعا تاهيل المدرسه نفسيا الجزء اللي واخده الكوتش احمد حسين، هو بيتكلم ازاي تفرغ ضغوطها النفسيه، ازاي تعمل براند بنفسيها، ازاي تحارب وسط الحاجات الغريبه اللي احنا فيها. ومعنا طبعا في اللغه الانجليزيه استاذه سمر السويد. طبعا أستاذة. رائعه في اللغه الانجليزيه طبعا. معانا طبعا في الحساب والماس استاذه ريهام عبد الله اللي هي برده بتعمل الكتب اللي هم في المطبعه، وانا واخده جزء تعديل السلوك. حلو قوي قوي قوي. بفضل الله كل حاجة. بفضل الله انا شايفة ان احنا غطينا حاجات كتير جدا مهمة. مؤسسون طبعا انا حابة الاعلان الرسمي يبقى من عندك هنا، لذلك ان انا نزلت الاعلان بتاعها بعد الفجر امبارح. ايوه فعلا. يعني انا كنت مستنيه لحد اخر وقت. ايه مؤسسون يعني بالزبط. عايزين ايه؟ فانا كنت حابة انا كنت في الخطة ان انا هطلع اتكلم عليها لايف، فلما اتكلمنا في البرنامج قلت لا يعني لا. لا والله ما يحصل. هنا الاول. هنا الاول. هنا. هنا. اي حد عايز ينضم لمؤسسون هيتواصل معاكي على الارقام. على الارقام ينضم لمؤسسون، البيج فيها كل التفاصيل ويكلم الارقام بتاعت خدمه العملاء هيردوا عليه طبعا. بياخد شهاده معتمده طبعا. طبعا في شهادات كتير يقدروا يختاروا منها اي واحده هم عايزينها، ولو عايزينها كلهم برده ما فيش مشكله. حلو جدا. بس خلينا متفقين عشان الناس اللي هتتعامل معايا لاول مره، انا ما فيش حد بياخد عندي شهاده غير لما ايه امتحن ويطلع عينه وتشوفه ويبقى راجل ويستحمل الضغط. شاطر. ينزل تحت الميه. شاطرة. نورتيني. انا حابه في اخر الحلقه طبعا اول حاجه بشكرك جدا. ربنا يخليك. بحمد ربنا ان هو وفقني لحاجات انا ما كنتش معرفها في نفسي. اشكر طبعا سبب وجودي في الدنيا مامتي وبابايا. ربنا يخليهم. اتمنى ان هم يكونوا بيتفرجوا عليا. ديده. خديجه طبعا هي عند ولاء دلوقتي. الله اعلم هم بيعملوا فيها ايه. الله اعلم دي عملت في ولاء اصلا. ديده دي بنتها الصغيره اللي زي العسل. طبعا بشكر زوجي ربنا يبارك لي فيه. بشكر بقى الشخص اللي كان ورا الكواليس بتاعت مؤسسون دي كلها والتصوير واللي احنا بصراحه عملنا فيه. احنا صورنا مؤسسون 62 ساعه.
فانا حضرت طبعا 62 ساعه كلهم بتاع كل المدربين. انا كنت قاعده كان معايا ورا طبعا الكاميرات استاذ محمد ابراهيم، يعني تحيه ليه فظيعه جدا. هو تعب معايا جدا في المنتجه ولحد دلوقتي، يعني احنا لحد دلوقتي قالوا ايه الحق لسه بتشغلي قالوا يعني بصراحه لا تعب معايا جدا جدا. كنا بنصور عدد ساعات مهوله بصراحه. هو شخص لا استحمل استحمل معانا حاجات ربنا يبارك لنا فيه، ونعمل مع بعض حاجات اكتر. امين يا رب. والمره الجايه ان شاء الله تبقوا معانا كلكم باللي مصريين باللي مش مصريين عشان نبقى ان شاء الله. ان شاء الله. نورتيني يا بسنت، ومبسوطه انك كنتي مسك الختام معايا، وان شاء الله تبقي برضو بدايه حكايه نجاح الموسم اللي جاي ان شاء الله. انا حاجزه من دلوقتي. ايوه انا اللي هقعد على الكرسي ده. بس انا مؤسسون بقى. ايوه باذن الله. يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب بعد النجاح اللي هيكون حققه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. للأسف الحلقة خلصت، وأنا ما كنتش أتمنى أبداً إن الحلقة دي تخلص عشان هي آخر حلقة. طبعاً قبل ما أختم في ناس لازم أشكرهم. لازم أشكر طبعاً رؤية فاشن الديزاينر بتوع الهدوم اللي كانوا معانا طول الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله كمان يكونوا معانا المواسم اللي جاية. عايزة أشكر إمام محمد، هي صاحبة الإكسسوار النهاردة، ويعني معيني زعلانة منها شوية بس يعني عشان شغلها زي الفل فيعني كله يعدي. عايزة أشكر كل واحد اشتغل معايا في البرنامج ده وطلع عينه. عايزه اشكر ماريو فايق، الشاب ده شاب صغير بس شاطر قوي، تعب معايا قوي، كان بيشتغل ممكن 48 ساعه يقعد يعمل لكم ديزاينز عشان ينزلها على الصفحه عشان تتبسطوا. فانا متشكره ليك، وكل سنه وانت طيب عشان عيد ميلادك هيجي بعد ما نخلص الموسم، فما ينفعش بعيد عليك من بدري اهو. محتاجه اشكر باشمهندسه الاء السيد، متهيالي انتوا بقيتوا بتسمعوا اسمها كتير جدا عشان هي بجد تستحق. عايزه اشكر دينا سعيد معده البرنامج، اكتر حد معروف في البرنامج تقريبا، هي معروفه اكتر مني. عايزه اشكر استاذ مينا عدلي بروديوسر البرنامج، بشكره لانه هو اكتر واحد بيتعب في البرنامج، ولانه اكتر واحد مش متشاف بالبرنامج. بشكره بصفتي مذيعه، وبشكره بقى بصفتي زوجه. متشكره ليك انك مستحملني، مستحمل تقصيري، مستحمل كل حاجة، مستحمل تعبي، عمرك ما بتتضايق، عمرك ما بتمل، انت طول الوقت داعم ليا. مفيش كلام في الدنيا ممكن يعني اقوله يديك حقك. محتاجة اشكر برضو ابني الصغير لاني مقصرة في حقه جدا، واشكر والدتي ربنا يخليها لي ويشفيها، ووالدي طبعا. عايزة اشكر كل الناس اللي موجودة ورا الكاميرا، وكل الناس اللي في الكنترول، عم عزب اللي مطلع عينه في التصوير وكل شوية يقوله هات لي نص نص، وطبعا محمد الملكي بشكرك جدا جدا جدا، انت استحملتنا كتير قوي. ناس كتير انا عايزه اشكرهم، والوقت طبعا مش سايعنا. استنونا الموسم الجديد ان شاء الله ان شاء الله يكون اقوى من ده 100 مره، وادعولي ادعولي ان انا اقدر اتعافى بسرعه عشان ارجع لكم بسرعه. كانت معاكم كريستينا جمال في حكايه نجاح. ربنا رزقني بثلاث أطفال، الصغير فيهم عنيد وعنيف وعصبي، تعبت معاه مش عارفة أتعامل معاه إزاي. ابني الوسطاني بيعاني من انطوائية شديدة جدا، دايما قاعد لوحده وما بيحبش يقعد مع الناس، بيتكلم بصعوبة، أحيانا كمان بيبقى عنده شوية تهتها. كشفت عليه وقالوا إن الموضوع نفسي مش عضوي. بنتي الكبيرة ودي حكايتها حكاية، سن المراهقة ومشاكله الكتير، مشاكل كبيرة وأحياناً صغيرة. للأسف وهي صغيرة تعرضت لتحرش جنسي، أعتقد لحد دلوقتي الموضوع مأثر عليها، مش عارفة أتكلم معاها ومش عارفة أتعامل معاها إزاي. قالوا لنا زمان اكسر لابنك ضلع يطلع له 10، ودلوقتي ظهرت موضة حديثة اسمها التربية الإيجابية، الضرب بين الواقع والمأمول. هنتعلم نضرب إمتى وفين وإزاي. هكون معاكم أنا بسنت سمير في الجزء الخاص بتعديل السلوك في الدبلومة الأكثر احترافية مؤسسون. تعلموا معنا الأساليب الذكية لزيادة التفاعلية في العملية التعليمية. أخوكم أحمد الزيدي. راح أكون معاكم في تقنيات التعليم في الدبلومة الأكثر احترافية مؤسسون. لو عايز ابنك يتعلم العمليات الحسابية ويحلها بمنتهى السهولة، إذا كنت عاوزة ابنك يقرأ لمئات المليار في أقصر وقت ممكن،
إذا عايزة تنمي عند ابنك الذاكرة السمعية والبصرية ومهارات التخيل، هكون معاكم عادل عمارة، مؤسس ومدرب برنامج HCMAS للحساب الذهني في الدبلومة الأكثر احترافية مؤسسون. أنا مش أنا، معرفش حصل لي إيه، إنتاجيتي قلت، كل الناس شايفيني مقصر، مراتي، أولادي، والدي ووالدتي، حتى شغلي اللي بحبه بقيت بجر رجلي وانا رايح، واوقات مش عايز اروح واقول ان انا هاخد اجازه مرضي وانا فعلا مش تعبان، ولما بروح بحتاج وقت طويل عشان ابدا، اخطائي كترت، تركيزي قل، حتى لمستي اللي مميز بيها في وسط الناس بقتش موجود، حاسس ان شغلي مهم وتاثيري مش كبير، وكمان مش حاسس باي تقدير. دي كانت قصه نادر، واللي طلع كلامه مش نادر، موجود عند ناس كتير. لو القصة دي تعبر عنك فانت في المكان المناسب، والتدريب ده معمول مخصوص عشان انا احمد حسين كوتش وخبير التطوير الشخصي، هنكون مع بعض في رحلة العودة الى الطريق Back on Track في الدبلومة الاكثر احترافية مؤسسون. عملت لابني اختبار ذكاء، طلع مستوى ذكائه فوق المتوسط، ومع ذلك بيجيلي شكاوى منه كتير جدا جدا من المدرسين، مش قادر يستجيب للتعليم الأكاديمي. بتعاني من ضيق أفق ابنك وتفكيره محدود؟ عانيت كتير أنا والمدرسين مع بنتي، بنعرف نوصل لها المعلومة كويس جدا، لكن للأسف ما بتعرفش تستخدمها، ده بيؤدي إن هي دايما بتجيب درجات سيئة جدا في الامتحانات. انت كمعلمة مش عارفة ازاي تخلي الطفل اللي معاكي يكون مبدع في أفكاره وتنمي مهارات عقله؟ علشان نحل كل المشاكل اللي اتكلمنا فيها ديت، هكون معاكم بسنت سمير واماني طه في الدبلومة الاكثر احترافية مؤسسون. We all know that early start grows smart. So you have to be aware of what you present to your kids, especially in English. At مؤسسون you will learn how to deal with kids from the very beginning start to be able to read and write English phrases, sentences and even short stories in a very short period of time. I am Summer Sweet, I'll be your English trainer at مؤسسون. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فبالتالي لازم نكون على وعي كامل بكل اللي بنقدمه لأولادنا وخاصة في اللغة. في دبلومة مؤسسون هنتعلم ازاي نتعامل مع الأطفال من أول مسكة القلم لحد ما يقدر يقرأ ويكتب جمل قصيرة وجمل طويلة وكمان قصص قصيرة في أسرع وقت ممكن. وطبعا زي ما كلنا عارفين إن اللغة الإنجليزية لا غنى عنها في حياتنا اليومية، سواء تكنولوجيا أو دراسة أو شغل. أنا سمر السويد هكون مدربتكم للغة الإنجليزية في الدبلومة الأكثر احترافية مؤسسون. لو ابنك مش بيعرف يقرأ الحروف الهجائية بمخارجها السليمة، عايزة بنتك تعرف الفرق بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة، عايزاهم يعرفوا يقرأوا القرآن بطريقة صحيحة، ابنك داخل المدرسة وهياخد أساليب وتراكيب والأساسيات في النحو ونفسك يكون متمكن منها، أنا ولاء عبدالله هكون معاكم في الجزء الخاص بتأسيس منهج نور البيان والنحو في الدبلومة الأكثر احترافية مؤسسون. لو عايزة ابنك يتعلم يكتب الأرقام في اتجاهها الصحيح وبمنتهى السهولة، ابنك مش عارف يفرق بين الأرقام الصغيرة والأرقام الكبيرة، عايزة ابنك يتعلم العمليات الحسابية ويحلها بمهارة، هكون معاكم ريهام عبدالله في الدبلومة الأكثر احترافية مؤسسون.